السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الرابع الإعدادي، أحييكم وأرحب بكم في درس جديد من دروس الكتاب. وصلنا لحد الآن إحنا بالليترشر سبوت page 107، وصلنا إلى هذه الصفحة اللي هي عندنا the poet tools أدوات الشاعر، الأدوات اللي يعني الشاعر اللي يستخدمها شنو هي. راح نشوف الإيمجري، the imagery tool، the imagery التصويرية أو الصورية. نتلاحظون أعزائي imagery، هذه imagery. شنو هي الإيمجري؟ يقول an image صورة، is a picture، هي صورة، created in the mind of the reader listener by part of the poem. يقول هي صورة imagery، الأداة الصورية هي صورة، عبارة عن صورة. وين تصير؟ يخلقها منه، يخلقها ذهن، mind، عقل أو ذهن الريدر، القارئ أو المستمع، by a part، من خلال تأثره بشنو، part of the poem، جزء من القصيدة. a motive الفكرة، a motive فكرة أساسية. is an image هي الصورة، that repeated التي تتكرر، throughout a poem التي تتكرر أثناء أو خلال ال poem القصيدة، or novel، play، etc إلى آخره. الصورة اللي motive، إذا motive هذه إذا تيتون كتعاريف هذه يعني ممكن تجيكم قبل الامتحان. مثلا imagery شنو هاي ال imagery، مثلا التعريف نعطيها مثلا لهنا. a motive هاي مثلا الصورة اللي تتكرر أثناء الـ poem أو novel، play، etc. خل novel رواية وplay تجي مسرحية. طيب عندنا ميتافور. الميتافور الاستعارة. A metaphor compares two things that are not usually thought to be the same. Adjective. Example. My spirit is a bird. يقول ميتافور تقارن بين شيئين اثنين. ميتافور استعارة، تقارن بين شيئين اثنين. that are not usually لا يكونان عادة، thought يتم التفكير بهما في نفس الشيء، في نفس النطاق. مثلا my spirit is a bird، روحي، يقول روحي أشبه بطير، روحي هي طير، روحي تكون طيرا. مثلا a sea mile، هاي مثلا هاي التعريف مثلا الميتافور مثلا عندكم لحد هنا. طيب a sea mile، sea mile التشبيه شنو، is a type of metaphor، هو نوع من الاستعارة، which always يكون دائما uses يستخدم comparing words، كلمات مقارنة، مثل ايش، مثل like تجي بمعنى مثل، or as أو كأنه أو مثل أو يشبه أو بصفة، as و like مثل أو يشبه، حسب الأعزائي. أو تنطيها مثلا كلمة ك، بس ك، كفلان، كالشيء الفلاني. example his mind is like an open book، his mind is like an open book، يقول عقله أو ذهنه هو أشبه بكتاب مفتوح، هو أشبه بكتاب مفتوح. لاحظوا أعزائي. طيب personification is when something is described as though it's as alive، often as though it is human. example the flowers danced in the mind. يقول التشخيص personification، تشخيص، يقول عندما something شيء ما يتم وصفه as though، عندنا كلمة as though، كما لو أنه is alive، كما لو أنه حي. often غالبا كما لو أنه بشري، يعني تصور لك أنه أشبه بالتصوير مثلا أو التشخيص البشري أو إنساني. مثال the flowers danced in the wind، The flowers danced in the wind. الزهور أو الأزهار رقصت أو تحركت in the wind.
في الريح، في الريح. The flowers رقصت أو تحركت أو تمايلت في الريح. تلاحظون أعزائي danced، danced هنا الدانس هي رقص، بس انت ما تنطيها الرقص، ممكن تنطيها تحركت أو رقصت. وين؟ in the wind أعزائي، تلاحظون هذا ممكن يجي التشبيه، العفو التشخيص. طيب words sounds، word sounds، word sound أصوات الكلمة، أصوات الكلمة. الكلمة عادة تصاحبها بعض الأصوات، صاحبها بعض الأصوات اللي تكون تنطيها فد نوع من الموسيقى مثلا أو نوع من النبرة. هسه راح نشوف alternation، alteration، alteration is when alteration يجي بمعنى ال يعني ال هذه alteration مقصود بها الحروف الكبيرة، الحروف الكبيرة اللي تكون وين؟ تكون بداية ال بداية الأسطر، بداية القافية، بداية الشعر مثلا، بداية فد مقطوعة معينة تكون تبدأ بحروف كبيرة. تقدر تنطيها مثلا تعبير الجناس، الجناس حروف كبيرة تكون في البداية، في البداية وهاي تتكرر. يقول is when the same letter or sound is repeated at the beginning or within several words within a phrase. هذا هو تعريفها. يقول عندما، هذه شو وقت تكون؟ عندما نفس the same letter، الحرف نفسه، or sound أو الصوت repeated يتكرر at the beginning في بداية، أو within ضمن several words بعض الكلمات، within a phrase ضمن العبارة أو ضمن المقطوعة، المقطوعة القصيرة. we call this، we call this، نحن نسمي هذا consonants، consonants، نحن نسمي هذا consonants. consonants يجي بمعنى تناغم، تناغم، consonants. when consonants عندما تكون الحروف مثلا جاي من consonants، عندما الحروف الصحيحة are repeated يتم تكرارها أو تكون مكررة. زين assonance، assonance، assonance هسه راح نشوف. when vowels are repeated، when vowels عندما تكون ال vowels هاي assonance يجي بمعنى السجع، سجع تقدر تسميه، أو الصوت المكرر اللي يكون وين؟ اللي يكون مع تكرر الحروف الـ vowels، حروف العلة are repeated يتم تكراره. and syllables، syllables sibilance، sibilance العفو، sibilance. هاي sibilance يقول when when s s هذا الـ s is repeated، عندما صوت الـ s يكون متكرر، creating a hissing، a hissing sound. hissing sound أشبه بصوت hissing، يجي هسهسة أو صوت صفير، إطلاق صفير، نوع من الصوت hissing، hissing sound صوت صفير أو هسهسة. تلاحظون هاي الـ sibilance. طيب these can be quite hard، يقول هذه يمكن أن تكون صعبة جدا for language learners، بالنسبة لمتعلمي اللغة، to spot، to spot من أجل تشخيصها. spot ناتجي يعني أشبه بالتشخيص أو معرفتها. but sometimes ولكن أحيانا they are clear، لكن أحيانا تكون واضحة، تكون واضحة. مثل إيش؟ example the snake slithers، slithers across the sands. لاحظوا هنا هذه الجملة أعزائي، هذا الحكي وين؟ هذه هاي على الصفير مثلا، مو هذا الأس، الأس متكرر صوت الصفير واللي بيهسهسه مثلا snake. لاحظوا snake slithers، slithers s بدايتها هنا، s بدايتها is across the sands، sands. تلاحظون هذا المقصود بها أشبه بالتكرار، تكرار هذه من أجل تمييزها وتنطي فد نوع من النبرة أو الموسيقى للسامع. أعزائي عندنا عندنا آخر شيء، عندنا poetic form الشكل الشعري، the poetic، poetic form الشكل الشعري أو الهيكلية أو الهيكل، يعني شكل الشعر، الشكل مالته يكون على شكل قصيدة أو خطوط أو العفو أو سطور. شلون راح يقول هنا؟ يقول لنا there are many types of poetic form، هناك الكثير، الكثير من الأشكال أو الأنواع للشكل الشعري، الشكل الشعري أو الهيكلية الشعرية.
in which bounds بحيث القصائد تتبع follow a set structure تتبع هيكلا معينا هيكلا set structures مجموعة بنائية من شنو of lines من السطور stanzas هذه ال verses اللي هي المقصود بها الشعر الأبيات أو الأبيات الشعرية and even beats within each line وحتى أنه توجد أشبه بالبيتس وعبر عنها بضربات أشبه بالضربات أو النبضات أو القوية اللي تصير اللي تصدر عن طريق الحروف مثلا ضمن شنو ضمن each line within each line ضمن كل سطر examples أمثلة على ذلك هي شنو examples are sonnet هاي sonnet سونيتات نوع من القصائد القصيرة اللي تتكون من 14 بيت sonnet the lyric هذا الغنائي إذن الشعر راح يكون هاي السونت سونيتات شعرية لايريك الغنائي the epic الملحمي other poems القصائد الأخرى are called free verse القصائد الأخرى تسمى قصائد شنو الشعر الحر الشعر الحر because they do not follow لأنها لا تتبع واحدة of the of these set patterns لا تتبع واحدة من هذه النماذج الموجودة السابقة تلاحظون أعزائي وهذين كل واحدة وياهن تقدر تخليها الفري فيرز ممكن تجيك ستانزاز تلاحظون السونت ممكن تجي لها إشارة أو تعريف فأنت حاول حفظها عزيزي بالشكل المطلوب طيب هذه صفحة 107 انتهينا منها إلى اللقاء مع أطيب تحياتي